مشاهدي موقع تحيا مصر، برحب بكم في لايف جديد. معاكم شيرين لقوشة، مراسلة محافظة الغربية. احنا معانا ياسمين وهي من طنطا. في الحقيقة ياسمين يعني هي مأساة وظروفها مأساة برضه. ياسمين زوجها او انفصلت عن زوجها، نقدر نقول هي طلبت الخلع وعملت خلع ضده بعد زواج استمر اكثر من 17 سنة. كل السنوات الزواج مشاكل وضرب وإهانة وبخل عليها، ولما قررت ان هي تنفصل وتطلب الخلع، جوزها او طلقها بقى قرر ان هو يعاقبها وخطف ابنها الصغير المفروض ان هو في حضانتها واختفى تماما. لحد دلوقتي ما هيش عارفة تشوف ابنها ولا حتى تطمن عليه. ياسمين بقى هي هتعرفنا قصتها ايه بالظبط وايه المأساة اللي هي بتعيشها. ياسمين انا مش عايزة الدموع دي. تمام. انا ياسمين من طنطا، 35 سنة. الحكاية بدأت من بعد ما انفصلت. انا منفصلة 31/1/2021. بدأت تهديدات من طليقي ان هو كل فترة بيتصل، مثلا انا عايز الولد، فانا طلبت منه ان هو يرفع رؤية. قال لي انا مش هاخد ابني يبقى قاعد جنبي امين شرطة ولا ضابط وعب وقت. قلت له عشان خاطر ابقى انا ضامنه ان انا ابني يرجع لي. هو رفض ورجع هدد انا هاخده وانت مش هتعرفي ترجعيه وانا مش هرجعه لك ومش هتشوفيه. ابني كم سنه؟ ابني 7. كريم. فكانت كل مره التهديدات بتبقى ان انا هاخده وانت مش هتعرفي تشوفيه. يوم 25/10 والدتي اتصلت بيا وقالت لي ابنك الكبير عندي محتاج ان هو يتكلم معاكي. طب في ايه يا ماما؟ قالت لي خدي كلميه. ابنك الكبير عنده كام سنه؟ عنده 16. مش موجود معاكي؟ لا، انا طليقي اخد مني الولدين اللي هو الكبير 16 سنه وال 12 سنه وهما لسه يعني من 6 سنين. وقال لي بابا، قال لي انا هاخد الولاد وهيجولك في الاجازات الرسميه وفي اجازه نص السنه وفي اخر السنه، ولو في عطله هجيبهم لك وهيبقى في لكريم 300 جنيه بحيث ان انا تبقى دي مصاريف. قلت له تمام ماشي. وده كان اتفاق والدتي وجوز والدتي الله يرحمه معاه. مشي من عندنا، رجع طليقي كلم والدتي قال لها انا ما اتفقتش معاكي على حاجه، واللي اتفق معاكي خليه هو اللي ينفذ لك الاتفاق. فانا كانت الحياه بيني وبينه كانت مستحيله، فانا فضلت ان انا اتخلع وهو خد الولدين التانيين. انا كانت الظروف كانت لسه لا تسمح ان انا اخدهم اربيهم، وانا سبتهم له على اساس ان هو هيجيبهم لي زي ما بابا اتفق معايا. جينا بعدها اللي حصل ان انا يوم 25/10 والدتي لما كلمتني، انا كلمت ابني الكبير من على تليفونها، خير يا حبيبي في حاجه؟ طب انت جاي في حاجه؟ لا انت وحشاني وعايزه اكلمك بس واشوفك. طب ماشي خليني اجيلك، بس هجيلك دلوقتي. قال لي لا ما تجيش عشان انا 10 دقايق وهمشي لان انا عندي شغل، وبابا لو كلمني وما لقانيش في الشغل هتحصل مشكله. قلت له تمام. والدتي قالت لي ما تقوليش لابون ان انت ابنك جالك. قلت لها خلاص انا مش هقول حاجه، انا ما بشوفوش اصلا ولا في حاجه بيني وبينه عشان نقول حاجه. فابني الكبير قال لي انت لسه كنت مقابلاه من كام يوم؟ قلت له انا مقابلاه صدفه، كنت راجعه مع كريم في التمرين بتاعه واتقابلنا صدفه. قال لي خلاص تمام هستناكي بعد شغلك. قلت له هرن عليك بعد الشغل واجيلك. قفلت، لقيت والدتي بعدها بتتصل بيا بتقول لي ابنك قال لي انا هنزل اجيب له ايس كريم، وخد الولا ومشي. ابنك الكبير؟ ابني الكبير اخد اخوه الصغير ومشي. رنيت عليه كتير، كان بيكنسل عليا وما كانش بيرد. اتصلت بطليقي قلت له ابنك خد الولا، قال لي ابني مين؟ قلت له ابنك الكبير. قال لي انا ابني في مدرسته وما خدش حد. قلت له لا ابنك ما راحش المدرسه وجالي البيت خد الولا من اخويا من مامتي. قال لي لا ما حصلش ابنك معاكي. قلت له طب تمام.
رحت حررت محضر ان الولد اتاخد مني، ورحت لاهله قالوا لي ما نعرفش حاجه وما نعرفش مين كريم، ولا نعرف اصلا ان انتي عندك ولد اسمه كريم، دول خلانه. رحت بيت والده وما لقيتش حد في البيت. رحت بعد كده لاخوه، يا ابني خليني الولد عندك. قال لي ما نعرفش حاجه. قلت له لا، ازاي انت ابنك نفسه الكبير؟ ما رضاش يرد عليا وكنسل عليا، كل ما رن عليه كنسل. قلت له لابو طليقي، قلت له ابنك صلت الولد الكبير عشان ياخد اخوه. قال لي انا ما اعرفش حاجه، ما نعرفش غير ان هو ابنك اتاخد، ولسه عارفين من شويه لما عرفنا ان انت رحتي لطليقك الشغل. قلت له انا رحت له الشغل عشان اعرف مكانه فين، قول لي عنوان ابنك فين وانا اروح اجيب ابني. قال لي ابنك مش معانا، ابنك معاكي، روحي دوري عليه مطرح ما انت واخداه، وانا ما اعرفش مكان ابني فين. قلت له طب قول لي عنوانه. من يوم 25/10، يعني حوالي 26 او 27 يوم. قلت له طب قول لي العنوان. قال لي انا ما اعرفش حاجه، انا عامل عمليه قلب مفتوح وابني نقل وانا بعمل العمليه، ودوري على ابنك. قلت كريم عنده كام سنه؟ كريم عنده 7 سنين وليه معامله خاصه، لان هو ما بيحبش الكلام مع حد. عنده توحد؟ بدايه توحد. يعني معنى كلامك انه ما يقدرش ان هو تفكيره مثلا يجيبه انه يحاول يكلمك؟ كريم اصلا مش حافظ رقم تليفوني ولا هيعرف يكلمني غير لو حد هو اللي قال له خد كلم ماما. انا ابني ليه معامله خاصه، وانا حتى بكل يوم بقول طب هو قاعد معاه، عارف ياكله وعارف يشربه، الولد لو قال له انا عايز حاجه هو هيعملها له. انا مش متاكده، وكلمته وقلت لي خليني اكلم الولد عايزه اطمن عليه. قفل السكه في وشي. وقبلها رجعت كلمته تاني، قلت له انت بتقفل السكه في وشي؟ قال لي تعملي لي اللي انا عايزه، تنفذي لي شروطي، شروطه اللي هي تنزل عن كل حاجه تخص الولد، اي نفقه، الولايه التعليميه عشان هو عايز يسحب الورق بتاعه من المدرسه، وادفع له 6000 جنيه في البنك عشان انا خدتهم للولد اللي هي مصاريف النفقه. قلت له مش هتنازل. قال لي خلاص لما تعملي اللي انا عايزه تبقي تكلميني وتقولي لي انا عملت لك اللي انت عايزه، ونبقى نشوف نترضى ازاي. انت دلوقتي قاعده كل تفكيرك في ابني وولادي التانيين، هو مكرههم فيا. الولاد كل ما حد يروح لهم يقول لهم دي مامتكو، يقولوا له لا ده هي بتقول ان ولادي ماتوا. انا ما حصلش مني ان انا قلت كلمه زي دي، لان دول ولادي ودول ولادي، يعني ده دول ولادي وده ابني، بس هو ده قاعد معايا بقالي 7 سنين، يعني انا وهو مرتبطين ببعض، ما سابنيش خالص. ايه اللي يخلي ابنك الكبير يعمل حاجه زي كده؟ حمايه قال ده مش تفكير ابنك، ده تفكير ابوه، هو اللي قال له يعمل كده، هو اللي قال له يجي وياخد الولد من عندك. الاب يعني بيحاول ان هو يغير صورتك قدام، بيغير صورتي وبيعلمه ازاي ان هو يضحك عليا، يكذب عليا، ازاي ان هو جاله تفكير اصلا ان هو يجي ياخد اخوه بالطريقه دي. انا معايا فيديو ليه. ابني الكبير انا رحت له المدرسه، قال لي مدير المدرسه انا معرفهاش. قال له يعني دي مش مامتك؟ قال له لا انا معرفهاش نهائي. قلت له طيب انا هطلع لك شهاده ميلاد لي، وحضرتك هتشوف اسمي في شهاده الميلاد. وطلعت له شهاده الميلاد وديتها المدرسه. قال لي انا مش هقدر اعمل حاجه ولا هقدر اكذب الولد قدامك عشان زمايله واقفين، ومش هينفع اطلعه كذاب قدام زمايله. المرة الوحيدة اللي ابني الكبير كلمني كان قبل امتحاناته، وقال لي امتحاناتي، وكان في الاعدادي، انا داخل الامتحانات قفلت معاه ورجعت كلمته تاني، قلت له حبيبي قول لي مدرستك فين عشان اجيلك.
بقيت اروح له حتى بيعاملني قدام صحابه بطريقه وحشه. طب انت كنت بتقولي لي ان طول فتره جوازك انت قعدتي متجوزه قبل ايه؟ قعدت متجوزه حوالي 17 سنه. طول فتره جوازك كنت عامله طول فتره جوازي من قبل حتى الجواز، من ايام الخطوبه، من تاني يوم الخطوبه هو كان بيمد ايده وكان بيشتم وفي الشارع. ولما سافرت معاه بلد تانية وكنت عايشه معاه كانوا الناس على طول بيسمعوا بينا، كان على طول بيمسك لي السكينه وعلى طول بيضربني، وكان قدام الولد الكبير. بس طبعا الولد الكبير اليوم اللي مشي فيه قلت له حبيبي انت عارف انا مش جاي معاك ليه؟ قال لي عارف، عشان بابا بيضربك وبيمسك لك السكينه وبيشتمك. قلت له اما تيجي فرصه انت هتجيلي. قال لي ماشي. من بعدها ولادي اتغيروا خالص، ما بقتش اعرف عنهم حاجه، ما بقتش عارفه اتواصل معاهم. ابني الكبير كان بخيل يعني طليق. كان بخيل، وكنت باخد من والدتي ومن والدي الله يرحمه فلوس، وكنت بكلمهم في التليفون يبعتوا لي فلوس عشان اصرف على البيت. كان بتيجي ايام هو ما كانش بيرضى ينزل يشتغل، وانا كنت باخد من والدتي واجيب اكل واجيب كل حاجه عشان ولادي. ما كنت اقول له انت ملزوم ان انت تصرف على البيت، يقول لي طب وانا هعمل لك ايه؟ مش حابه ان انا موظف يعني، انا اقصد موظف. تمام كملي. اهله كانوا بيجوا عندي البيت، كنت انا برضو بطلب من والدتي فلوس، كانت بتبعت لي فلوس عشان اجيب اكل عشان خاطر اهله اللي قاعدين عندي. طب سؤال، ايه اللي خلاكي يعني تعملي كل ان انا تعبت، انا زهقت وتعبت ولقيت مفيش فايده، حاولت ان انا اغير في بني ادم معرفتش اغير فيه. انا انفصلت، دي تالت طلقه، والمرة التانية لما انا رجعت له تاني كنت بحاول ان انا عشان خاطر اربي الولد اللي كان معايا، كان قبل ما اخلف الولدين التانيين، وحاولت ان انا اغير فيه بس انا معرفتش. وقررت ان انت يعني انا مش عايزة حاجة منك خالص. قررت ان انا اعمل خلع خلاص، انا مش محتاجة منك حاجة، ولا محتاجة نفقة ليا ولا اي حاجة، كل اللي انا كنت محتاجاه هي نفقة كريم، لان انت اتجوزت وخلفت وده ابنك برضو، فده زي اخواته. كل ده بيعملوا ليه؟ عشان خاطر القواضي والنفقه، وهو مش عايز يدفع ولا مليم. البنك لما سالته قالوا لي هو عليه مبلغ ولسه ما سدوش بسنه وشهرين، ما دفعش سنه وشهرين. هو متجوز ومخلف. اللي هو لوي دراع، انا بلوي دراعك بالولد ده، لان هو عارف ان انا روحي في الولد ده. والولدين التانيين برضو لما خدهم راحوا الناس في المكان اللي انا كنت قاعده فيه، ناس صحابي هو والدته، وقالوا لها كلميها ترجع تربي عيالها. الست مشكورة ردت عليهم وقالت لهم يا جماعة لازم ابنكم هو اللي يروح يجيبها، هو اللي غلطان في حقها، احنا عارفين كل حاجة. الست دي كانت عارفة كل المشاكل اللي بيني وبينه، كانت جارتي وكانت على طول بتسمع صوتنا. خلي ابنك يروح لها، يروح يحل المشكلة معاها. قالت لها هي ترجع لوحدها، انا ابني ما بيروحش لحد. كريم وحشني، انا ما فيش يوم بيعدي الا لما ببقى شايفاه قدامي، شايفه كل حاجه، لان هو اخر حاجه انا كنت معاه يوم 24 بالليل. يوم 25 انا سايباه نايم في البيت مع والدتي. نزلت اشتغل، انا بنزل اشتغل، لان انا ال 500 جنيه مش هيعملوا لي حاجه، وهو طليقي ماسك في ان انا ماليش لا اخ ولا اب. فقال قبل كده انا بتصرف معاكي بالطريقه دي لان انا عارف ان انت مالكيش حد ومفيش حد هيقف لك. وانا امر بالله. مشكوره جدا، مش عايزه دموعي ان شاء الله يرجع ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله. مش هضحك من كده.
ده كان معانا ياسمين، وياسمين هي يعني نقول ايه النموذج للي بيحصل دلوقتي في الأسرة بعد ما بيحصل طلاق وانفصال، وده الآخر اللي بيدفع ثمنه الأطفال الحقيقة يعني. احنا كده وصلنا لختام اللايف، واشكركم وإلى اللقاء.